دي ونقول دي احنا عندنا الاول خلعوكم فقالوا، دي حمله موجهه للمدارس لطلبه المدارس. طبعا نسبه التعاطي ما بين الثانويه العامه او طلاب الثانويه العامه حسب الاحصاء بتاعت الصندوق طلعت 7.7%، فدي برضه طبعا رقم كبير نسبه تخوف شويه. طبعا. فعشان كده اتعملت الحمله بتاعت خلعوكم فقالوا. بيتعاطوا ايه بقى؟ يعني السن ده بيلاقي ايه يا فندم يتحصل عليه؟ لا خليني اقول لحضرتك ان مختلف انواع المخدرات باختلاف اسعارها بيخلي اللي عنده حب تجربه للمخدرات بيعرف يوصل لاي نوع منها. احنا دلوقتي عندنا المخدرات بقت بتتراوح في اسعار مختلفه طبعا تسمح ان الفئات كلها ممكن اللي عايز يجرب كل يجرب. واحد يختار الحاجة اللي مناسبة بالظبط للفئة بتاعته، لكن برضو من 7% ايه النسبة الأكبر او ايه المخدر المنتشر أكتر وسط الطلبة، برضو علشان الناس تاخد بالها؟ يعني مثلا هيروين، حشيش، ترامادول، ستروكس، فودو، الحاجات اللي برضو مرعبة وعايزين نتكلم عنها بالتفصيل طيب أكتر. خلينا نقول حاجه على حاجه، احنا عندنا حاجه اسمها التعاطي المتعدد، لان انا ما عنديش دايما اللي بيجرب او اللي بيقبل على المخدرات بيجرب حاجه واحده بس. انا عندي دايما اللي بيجي يشرب ممكن يشرب نوعين او ثلاثه. فعشان كده انا ما اعرفش اقول ان هو مدمن حشيش بس او مدمن هيروين بس، لا هم عاده بيجربوا كل اللي يجي قدامهم. ولكن في المحصلة هو مدمن. في المحصله هو متعاطي مخدرات ممكن يوصل بعد كده لمرحله الادمان. طيب عشان نكمل حمله خلعوكم فقالوا، الحمله دي استهدفت 3000 مدرسه عشان نوعي 500,000 طالب. بدأت امتى الحملة دي؟ تقريبا من اول السنه دي، انا ما عنديش معلومه بالظبط هي بدات امتى، بس هي يعني حوالي تقريبا من اول السنه اللي احنا فيها. حلو. استهدفت 500,000 طالب زي ما قلت لحضراتكم. الهدف منها حاجه مهمه جدا، ان احنا نبتدي نفهم الطلبه او نفهم الشباب او اللي داخل مرحله الشباب وخارج من المراهقه الافكار الغلط اللي حوالين المخدرات، لان طبعا المخدرات في المجتمع المصري بيدور حواليها افكار غلط بيجي بقى بسبب كتير، ان صحابه بيقولوا له دي مثلا حلوه، ان هو بيبتدي يتفرج على مشاهد الدراما في التلفزيون او الافلام بيتصور له ان المخدرات دي بتخلي اللي او انت بياخدها بقيت راجل دلوقتي. بالظبط بيعمل حاجات كويسه وان هو حد كويس، وفي نفس الوقت بقى بيبتدي يتقال له المخدرات دي ممكن تخليك جريء اكتر، تخليك مبدع، تعرف تفكر وتعرف تذاكر، ممكن تقول له تخليك ان هي بتنسيك مشاكلك وهمومك، تقلل الاكتئاب والقلق. أشكال استجابة الطلبة بقى للحملة دي كان إيه؟ هل استقبلوها باستهزاء أو بعدم اكتراث أو باهتمام أو بإيه بالظبط؟ خليني اقول لحضرتك ان دلوقتي بقى معدل التجاوب مع الحملات اكتر بكتير، لان دلوقتي الحملات اللي بتتعمل من خلال الصندوق بقى ليها صدى اكبر. احنا عندنا حمله انتقاء المخدرات بتتعمل دلوقتي بشكل اعلامي واسع جدا من خلال نجوم هم قدوه للشباب. على كان اخر حد عمل الحمله او كمتصدر النجم للرعايه محمد صلاح. الاعلاميه نجم محمد صلاح. طبعا عايز اقول لحضرتك ان بس يكفي ان احنا نعرف ان الحمله دي زودت عدد المكالمات 400%. احنا ناس جايه بنفسها عايزه بالظبط تتعالج. وكلهم طالبين علاج، احنا ما بنقدمش الخدمه غير للناس اللي بتطلب العلاج. احنا عندنا في الخط الساخن لعلاج الادمان اللي هو رقمه 160-23 بيجي لنا حوالي في الشهر من 6000 ل 7000 مكالمه بمعدل 200 مكالمه كل يوم.